Now it's amazing what doesn't exist in the real world. نحن صانعو الموسيقى المغامرون وحالمو الأحلام. نفس إلهامنا هو القلب النابض لهذا الجيل. نحن الشباب المحركون وأرواحنا حرة طليقة. نحن الباحثون عن التشويق المغامرة، أصحاب رؤية تجعلنا نختار من نكون. نحن أبناء هذه الألفية، قادة متابعون ومؤثرون خارجون عن المألوف. تحية منا لهذه الحياة بكل ألوانها ولهذه الرحلة المدهشة التي سنصنعها معا. خلصنا الأغنية من حيث الكتابة والتلحين والمزيكا، بقيت تتغنى بس. يونس شخصية كتير فريدة من نوعها. من أول ما التقيت فيه حسيت أنه عنده شغف كتير كبير للموسيقى وللكلمات اللي بيعملها. لما قعدنا وحكينا كنت شبه أكيدة أنه لقينا الشخص المناسب ليلحن ويكتب الغنية اللي عبالنا تبقى ذكرى لمحمد صلاح من فريق السكمان. خليت الليركس زي ما كنا متفقين في أنها تبين شغل التيم وتتكلم عن محمد صلاح، ودخلت الكونسبت بتاع السكة منين، والشعبي عملناه بالستايل بتاع الشعبي، والراب عملناه ايموشنال عشان يلمس اللي بيسمع. تواصلنا مع كذا شخص، بس يونس انا فاكر كويس جدا قال انا اكتر واحد اعرف محمد صلاح، فده كان بالنسبه لي مفاجاه من قبل ان نتكلم في اي حاجه، فلقيته متحمس جدا وعارف كل حاجه عن تفاصيل محمد صلاح، فحسيت ان هو الشخص المناسب لفكره ان هو يساعدنا في تنفيذ الميوزك فيديو. لما كتبت له انا نفسي ببقى حاسس بنسبه الرضا قد ايه عن اللي انا كاتبه، هل انا جبت اخري وانا بكتب كويس ولا لا. المود بتاع الراب بيتاتش كده حته جوه حساسه، والشعبي بيهايبرك ويدخلك في نفس المود بتاعه. يعني مش هتدينا حته؟ طب كده نسمع. نبتدي؟ ايوه تينا. قلت نحلم، قلنا حاضر، جمعنا تيم، جبنا المصادر، متحمسين، مفيش حد صابر، عايزين نشوف الحلم ظاهر. لسه باقي تكة، اصحى لابو مجد. لسه باقي تكة، اصحى لابو مجد. لقائنا بيونس بالنسبة لي هو واحد من العناصر الأهم كان بهذه الرحلة، خاصة قبل ما ننتقل لنجري. أنا بتمنى إن احنا نوصل لمحمد صلاح، وحنحاول ان احنا نوصل لمحمد صلاح لغايه لما يخلص علينا محمد صلاح. عايزين ناخد رايك بقى يا معلم كده في التراك كده، هنسجله كمان يومين. ماشي. لو قلت لنا لا هتبوظ لنا الدنيا كلها، هنرجع نعيد من الاول. مش هنسجل. لا لا سمعت. لو قلت لنا اه خلاص هنعيد. يلا بينا. مثلا يبقى عجبتها. ايوه يا لهوي، ده احنا هنخربها. حلو الشعب اللي عندنا. جامد جامد. انا لسه مش عارف، بس لما اتجوز حلوه. دوس دوس جامده. ذيع ذيع. 100 100 تراك عجبكم؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. احنا النهارده رايحين معاينه صح؟ ايوه الاستوديو. مش حضرتك هتكون الفنان اللي هيصورنا الميوزك فيديو العظيم؟ لازم نعاين. احنا رايحين نعاين. هلو 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 من القاهره. هاي اي مس يو. انا كمان كتير، والغنيه طلعت بتاخد العقل.
لا رح نخلي لك اياها مفاجأة، انت اخترتي انه ترجعي على بيروت فخلص. كنا عم صور غنية عن محمد صلاح بمصر، هو مشروع كان كتير بعيد عن مخيلتي، والتحدي الأكبر لإلي بهالمرحلة هو إنه أطلع بأفكار لذيذة جريئة جديدة، فكان الاختيار إنه نصور بشوارع مصر ونقدر إنه ناخد نبض الشارع والروح الموجودة عند الناس، وبذات الوقت يكون في كم فكرة مجنونة رح فكر فيهم على رواق وخليهم يتبلوروا شوي مع الوقت لما تكون خلصت الغنية. دول أسدين قصر النيل. توقع انه لازم يكونوا جزء من اللوكيشن تبعونا للميوزك فيديو. بدنا نصور شيء بالفلوكه كمان صح؟ عايز تصوري في فلوكه؟ لا؟ حلوه طبعا. فكره حلوه جدا. يعني فكره حلوه قوي. يعني انا بصي الزاويه دي عامه اوكي؟ انا بحب الزاويه دي عامه في التصوير، تحس ان هي فيها دبث كده. واول ما بشوف الانجل دي اللي هو انت يعني تعالي نبص عليها من قدام. اهلا بيك في مصر. بدنا نجيب لوكيشنز يكونوا كثير هيك ناس. فيها ناس يعني؟ ايه فيها ناس، فيها جو، فيها مصر، الخنطور مثلاً. كل يوم فرح بحس ان هي بتحاول تحط فكرة لسه ما استقرتش على حاجة، بس يعني في خلال 24 ساعة هنكون وصلنا للفيجوال نفسه بتاع الميوزك فيديو. تعرف عم بفكر حتى اذا منلبس كل هول المانيكنز وجوه صلاح حلو، ومناخد لقطة عم نورة ومنحضن كل الدنيا بقت صلاح. لذيذ. أنا بحب وسط البلد عامة. روعة وسط البلد. حلو كتير، أنا بحس هون بيطلع لذيذ. تعرف كان بيكون كتير لذيذ إذا عملنا الجرافيتي هون على هالبناية. طبعاً حلوة جداً. ببيروت في عنا هلا كتير بيعملوا صباح وفيروز. فيروز أنا شفتها، شفت أنا بتاع فيروز الكبيرة قوي اللي هو طول. حلو كتير لوكيشن. أنا عجباني الأنجل دي كمان والألوان حتى. لما بسمع كلمات غنية عادة بالبروسيس تبع الميوزك فيديو بصير أتخيل صور، ودايماً عم ترجع لي صورة إنه كلنا محمد صلاح. أفلام إسماعيل ياسين كلها، أفلام فتح حمامة وأحمد رمزي، يعني مكان تحفة يعني بجد. نشوف. أنا كنت باجي المكان ده من وأنا عندي مثلا سنتين. واو. عندي صور وأنا عندي سنتين مع أهلي هنا، أنا بحب المكان ده جدا. هلا بنشوف بنشوف ليش. شكله لذيذ كتير أصلا. بقالي سنين ما جيتش هنا. وجاية كرمال السكة منين؟ إيه الجمال ده؟ رجعتني تاني. إيه الجمال ده؟ اديله لسه باقي اكتر. لا 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 ما كده سهل. بص بص هعملها لك انا واعملها زي بالظبط. ماشي بص لسه سيبها سيبها سيب الدروب فاهم يعني ينزل وبعد كده نقول لسه. ماشي بسرعه تنزل لسه باقي اكتر. اصحى لا ابو مكة عايزك لسه باقي اكتر. اصحى لا مكه. وانا برضه استاذ الكابوس. استاذ كابوس احكي لي بقى اسمك كابوس ليه؟ مفيش 2011 وجدني ريب خلص مصر كابوس عشان تبقى كابوس. خد وقتك يا ابو مكه هنكسر الدنيا بالاغنيه دي ان شاء الله ان شاء الله. وبيسمع يا فكره الاغنيه نفسها هي بتعكس الحاله اللي احنا عشناها في البروجكت كلها من اولها لغاية المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي، والكلام اللي فيها كلها بيرفلكت الأحداث كلها بكل التحضيرات أو البلانز بتاعتنا وحبنا لمحمد صلاح. بس انت ايه الجديد اللي هتعمله في الأغنية دي عشان تبقى مختلفة عن الحاجات التانية؟ هو ده التحدي اللي بالنسبة لنا قاعدين بنفكر فيه، ويعني النهاردة بنفكر في اتجاه، بكرة ممكن بنفكر في اتجاه، معرفش
بس انا نفسي نعمل حاجه تكون مختلفه عن الحاجات اللي اتعملت محمد صلاح قبل كده. مساء الخير عليكم النهارده الفنانين. هنا دي كان الاستوديو اللي انا سجلت فيه اغنيه ثلاث دقايق بتاعتي اللي نزلت في السنه اللي فاتت. انا جوه دي انا قلت ان انت ليك ايد فيها عشان انا اللي انت بس غيرت عليا شويه في انت مش بس شعرك شعرك مختلف. وريني كده انت هتعمل ايه. يلا يا معلم لسه باقي تكه اجريسيف اصحى العالم كله عارف مو فخر العرب في كل القلوب وراك يا ابو مكه فين ما تكون جيش عدده عدى 100 مليون يا مو تقفلش انت بتنزل تقفل وانت بتطلع بصوت جيش عدده عدى 100 مليون يا مو زعق كده قلت نحلم قلنا حاضر جمعنا تيم جبنا المصادر متحمسين مفيش حد صابر عايزين نشوف حلم ظاهر الميوزك مقسم الى 3 بارتس في بارت راح يغني ون للتوينز في بارت راح يغني يونس وفي بارت راح يغني التيم قلت نحلم قلنا حاضر جمعنا تيم جبنا المصادر متحمسين مفيش حد صابر عايزين نشوف الحلم ظاهر مش دي احسن من اللي قبلها العالم كله عارف مو فخر العرب في كل القلوب وراك يا ابو مكه فين ما تكون جيش عدده عدى 100 مليون يا مو حلو تشوف كيف كذا موهبه عم تجتمع لتخلق شيء من عدم بتقنيات كتير قليله وكتير صغيره بمكان بعد اصغر ضمن حي كتير شعبي عم نطبخ طبخة موسيقية غريبة وجديدة من نوعها. أبو مكة خلصت مصر بيسمع. أبو مكة خلصت مصر بيسمع. أبو مكة خلصت مصر بيسمع. تمام. لا أنا أنتوا مع بعض في موسيقى. لما شفت علي عم يعمل. ما تشوفيش علي بصي على الليركس. بصي على الكلام. بصي على الليركس بس. إحنا في غرفة النايت بير. الحركة لازم إيه؟ تهدى. أنا مش عايزين دبدبة. ماشي؟ حط السماعات كده على ودنك. يلا. شغل له الحتة الشعبي كده. دقيقتك. هاي كابوس جاهز؟ جاهز. قلت نحلم قلنا حاضر جمعنا تيم جبنا المصادر متحمسين مفيش حد صابر عايزين نشوف الحلم ظاهر يونس منو بارت اوف ذا تيم يعني هو منو عايش معنا كل يوم بيومه بس من عدتين ثلاثة ولما بعتنا له الحلقات عرف يحكي عن كل بوينت نحن قطعنا فيه بطريقة سلسة ولذيذة تعبر عن نحن شو عبالنا نوصل بتأمل انه تكون على قدر اللي نحن متوقعينه وتسمع صوتنا لمحمد صلاح اصحى لا ممكن عشان راسنا مكان مش مستحمله تصويبات كتيره وجوانا زباله تقيله مسيره نجاح زعلان لكميه ايه الفنان صعب يا جماعه الاستاذ كابوس والاستوديو عنده فيه كميه حر اليوم بالقاهره مش ممكن ما في يكون عندي راي كتير موضوعي هلا بكلمات الاغنيه أنا كتير حبيت يونس حبيت الانبوت اللي عنده إيه طريقة تفكيره والموهبة الكبيرة اللي عنده إيها بكتابة الكلمات والألحان لما بينجمع مع التوينز ومع روحهم المجنونة عندي إحساس شبه أكيد أنه الخلطة كلياتها وهالكولابوريشن رح تعطي شيء كتير حلو بيبقى أنه نشوف مع بعض إذا هالشيء كان حقيقي أو لأ